من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة نرحب بكم مشاهدينا في المحطة الجهوية الثالثة للقافلة الوطنية لتنزيل محاور استراتيجية التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، رحلة تهدف لتنزيل محاور استراتيجية الجيل الأخضر لتحسيس مختلف الفاعلين الجهويين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إنشاء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد. اليوم هذا يوم مهم في الدار البيضاء، واللي كيهم التجميع الفلاحي على صعيد الدار البيضاء سطات. حاضرين معنا اليوم عدد مهم ديال المهنيين الفلاحيين والمستثمرين في مجال الفلاحه، وكذلك الممثلين ديال الفلاحه في جهه الدار البيضاء سطات. والهدف من هذا اللقاء هو نقدموا للحاضرين يعني المساطر الجديده ديال التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، بحيث أنه في ماي 2021 صدرت النصوص التطبيقية الجديدة ديال قانون التجميع الفلاحي، القانون 04/12، وهذه المساطير كتمتاز بالتبسيط ديالها لا على مستوى المصادقة ولا كيفية المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، وكذلك تبسيط المساطير فيما يخص منح وتقديم الإعانات المالية للدولة للفلاحين اللي كينخرطوا في مشاريع التجميع. وإن شاء الله بكون أن هذه الجهة ديال الدار البيضاء سطات هي جهة فلاحية يعني الأولى في على صعيد البلاد، فكنتوخاو إن شاء الله أن هذه الجهة غتساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأهداف ديال استراتيجية الجيل الأخضر أفق 2030. وهذه الأهداف هي إنجاز ما لا يقل عن 200 مشروع تجميع فلاحي، 200 مشروع كبير في أفق 2030 على الصعيد الوطني. وأكيد أن هذه الجهة إن شاء الله غادي تساهم مساهمة فعالة في البلوغ ديال الأهداف، وإن شاء الله يكون تفاعل مع الحاضرين ومع يعني لتقديم الشروحات اللازمة، وكذلك غيكون عندنا فرصة مع المديرية الجهوية للفلاحة باش تقدم الإمكانيات الهائلة اللي كتوفر عليها الجهة في مجال الفلاحة وكذلك في مجال الصناعات الغذائية. وهادو كلهم يعني حتى يعني الصناعات الغذائية ممكن تساهم مساهمة فعالة في التجميع الفلاحي. وكذلك غيكون عندنا يعني لقاء مع شهادات حية من التجميع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، لأن كتعرفوا أن في إطار مخطط المغرب الأخضر يعني تم إنجاز 65 مشروع على الصعيد الوطني ديال التجميع الفلاحي، وهم أكثر من 57,000 فلاح على الصعيد الوطني، وكانت الجهة ديال الدار البيضاء سطات كانت لها دور كبير في بلوغ هذه الإنجازات. وإن شاء الله في المستقبل في 2030 أرى هذه الجهة غتساهم مساهمة كبيرة في بلوغ أهداف ديال التجميع الفلاحي. كما كتعرفوا أن هذه اللقاءات الجهوية كان عطى الانطلاقه ديالها السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القروية والمياه الغابات في قنيطره. موراها جات المحطه الثانيه ديال طنجه تطوان حسيمه، واللي كان لقاء في طنجه، واليوم الدار البيضاء سطات، وغادي يجيو كل شيء الجهات ان شاء الله في هاد الاسابيع القادمه. الجهات اللي بقات يعني حنا دابا في الجهه الثالثه، غتبقى لنا 9 الجهات، كل شيء الجهات غنمشيو ليها ان شاء الله، وغنتلاقاو يعني المستثمرين والمهنيين والفلاحه والممثلين ديالهم باش نشرحوا لهم هذه المسائل ديال التجميع الفلاحي.